بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. معكم الأستاذ عبد الله الطويل، مدرس مادة الاجتماعيات بالثانوية الإعدادية الحسن الأول، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهاز العيون الساقية الحمراء. قبل البداية نناشدكم أبنائي بناتي الأعزاء بالالتزام بالبقاء في منازلكم حرصا على عدم تعرضكم للعدوى بسبب فيروس كورونا. فلنبدأ على بركة الله حصة اليوم. حصة اليوم تتعلق بأنشطة وتمارين لاستثمار وتقوية التعلمات في مادة الاجتماعيات. إذن فتتعلق بثلاث مكونات أساسية، وهي مادة التاريخ ومادة الجغرافيا ومادة التربية على المواطنة. إذن في النشاط الأول سنحاول أن ننمي القدرة على الترتيب والتوطين زمنيا والمقارنة، وفي الفقرة الثانية سنحاول توظيف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين. إذن لدينا جدول يمثل أحداثا عرفتها الدولة الإسلامية ما بين نهاية الخلافة الراشدية وسقوط بغداد عاصمة الدولة العباسية. إذن السؤال الأول، يجب أن ننقل الجدول ونقرأ معطياته جيدا، ثم نملأه بما يناسب من سنوات وأحداث ومراحل. إذن فسنة 40 هجرية فهي تتعلق باستشهاد علي كرم الله وجهه. إذن فهذا الحدث يرتبط بمرحلة الخلافة الراشدية، وبالضبط عند نهاية الخلافة الإسلامية الراشدة. ننتقل إلى السنة الموالية 41 هجرية، فهي تتعلق بتولية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا الحدث يدخل ضمن مرحلة الخلافة الكبرى للدولة الأموية. إذن بالنسبة لسنة 232 هجرية فهي ترتبط بحدث تولية أبو العباس السفاح، وهو مؤسس الدولة العباسية. ثم لدينا سنة ثانية هي 656 هجرية الموافق ل 1258 ميلادية، وتتعلق بحدث نهاية الدولة العباسية بعد سقوط بغداد عاصمة العباسيين. إذن وهي مرحلة تتعلق بالدولة العباسية. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي، ميز بين كل مرحلة من مراحل الدولة الإسلامية وأختار لونا مناسبا لكل مرحلة. إذن كما نلاحظ فالمرحلة الأولى تتعلق بالخلافة الراشدية، وقد اخترنا لها لونا برتقاليا. المرحلة الثانية تتعلق بالخلافة الأموية، واخترنا لها لونا أزرقا. المرحلة الأخيرة وتتعلق بالخلافة العباسية، واخترنا لها لونا ورديا. إذن فهي ثلاث مراحل أساسية، مرحلة الخلافة الراشدية، ثم مرحلة الخلافة الأموية، ثم مرحلة الخلافة العباسية. إذن ننتقل إلى السؤال الأخير، أقارن بين هذه المراحل من حيث المدة الزمنية لكل منها. إذن كما نعلم فإن مراحل هذه الدول تتعلق بثلاث مراحل أساسية، مرحلة الخلافة الراشدية دامت من 11 هجرية إلى غاية 40 هجرية بعد استشهاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إذن امتدت من تولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول إلى غاية 40 هجرية، وهو حدث استشهاد علي كرم الله وجهه. المرحلة الثانية هي مرحلة الدولة الأموية، والتي بدأت بتولية
معاوية بن أبي سفيان كرم الله وجهه في 41 هجرية إلى غاية 132 هجرية. إذن فهذه هي المرحلة، مرحلة الخلافة الأموية. إذن نلقى في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدولة العباسية، والتي امتدت من 132 هجرية إلى غاية 656 هجرية. إذن بعد حدث سقوط بغداد في يد المغول بعد إحراقهم لمكتبة بغداد. إذن فهي ثلاث مراحل أساسية. إذن نقارن بينها من حيث المدة، فنلاحظ بأن فترة الخلافة الراشدية كانت أقصر من مرحلة خلافة الدولة الأموية، والدولة الأموية فترة حكمها كانت أقل من فترة حكم الدولة العباسية. إذن فمرحلة الدولة العباسية دامت فترة طويلة مقارنة بمرحلتي الدولة الأموية والدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. إذن ننتقل إلى المكون أو الفقرة الموالية من أنشطة الدعم والتقويم، وهي تستهدف تنمية القدرة على قراءة وتحليل نص تاريخي وخريطة، ثم كذلك توظيف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين. إذا نمر على بركة الله بالنسبة للوثيقة الأولى، وتتعلق بنص تاريخي لنموذج من مساهمة العلماء المسلمين في تقدم علم الفلك والجغرافيا. نقرأ النص التاريخي: إن الله عز وجل وضع الأرض مستديرة كالكرة قائمة في الهواء، يحيط بها الفلك من جميع نواحيها، وبين الجهات الأربعة المشرق والمغرب والشمال والجنوب إلى كل جهة 90 درجة. وكذلك أجمعت العلماء على أن الأرض بجميع أجزائها من البر والبحر على مثال الكرة، والدليل على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على جميع نواحي الأرض في وقت واحد، وهو نص مستوحى من كتاب الأعلاق النفيسة لأبو علي أحمد بن عمر الملقب بابن رصة والمتوفى سنة 290 هجرية. إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة عن أول سؤال. إذن نقرأ النص ثم أحدد تاريخه والعصر الذي ألف فيه. إذن كما نلاحظ فوفاة ابن رصة كانت سنة 290 هجرية، وهذه هي المرحلة المرتبطة بالدولة العباسية، لأن الدولة العباسية كما قلنا دامت من 132 هجرية إلى غاية 656 هجرية. إذن هو العصر كما قلنا هو العصر العباسي. إذن عرف ما تحته خط الفلك. الفلك هو علم يهتم بدراسة الأجرام السماوية، أو تعريف آخر هو المدار الذي يدور فيه الجرم السماوي. كان كوكبا أو نجما، فهذا هو المقصود بالفلك وليس الفلك، لأن الفلك في اللغة العربية تعني السفينة. إذن استخلص الحقائق الجغرافية التي توصل إليها هذا العالم. إذن فهذا العالم استطاع أن يتوصل إلى مجموعة من الحقائق العلمية، وترتبط أساسا بمعرفة الشكل الحقيقي للأرض وإدراك اتجاهاتها
الأربعة. ثم كذلك أن جميع الأجرام السماوية لا ترى دفعة واحدة في كوكب الأرض، وهو الدليل على كروية الأرض. إذا فهذا العالم استطاع أن يتوصل إلى حقيقة علمية وجغرافية بأن الكرة الأرضية هي كوكب كروي كما جاء بالدلائل التي قدمها ابن رصة. إذا نمر إلى خريطة العالم للجغرافي الإسلامي الشريف الإدريسي سنة 1254 ميلادية. إذا نحاول أن نجيب على أسئلتها. وطن على الخريطة المناطق التالية: المغرب، شمال إفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا. إذا نبدأ بشمال أو المغرب. إذا فالمغرب يوجد في هذه الجهة من الخريطة، إذا فنلونه بخط أحمر. ثم شمال إفريقيا فهو يوجد في هذه المنطقة، إذا فنختار له اللون الأصفر. ثم شبه الجزيرة العربية فهي توجد بهذه المنطقة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ثم نوطن القارة الأوروبية، إذا فشبه الجزيرة الإيبيرية، إيطاليا، تركيا، ثم جزء من الاتحاد السوفيتي والنمسا وألمانيا إلى غير ذلك، فهذه منطقة أوروبا. إذا نمر إلى السؤال الموالي: بين مساهمة هذا العالم في تطور المعرفة الجغرافية الحديثة، فهذا العالم تمكن من وضع أول خريطة للعالم القديم، وهي تشبه إلى حد كبير الخرائط الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية. إذن فكانت البداية بداية ليس فيها تطور علمي كما هو عليه العلم حاليا، ولكنه استطاع أن يصمم خريطة، وهنا يظهر عظمة هذا العالم الجغرافي المغربي. إذن نمر الآن إلى مكون الجغرافيا، إذن وهو يستهدف تنمية القدرة على استثمار المعارف والمهارات والمواقف وتوظيف المخزون المعرفي للمتعلمين والمتعلمات. إذا لدينا نص جغرافي، إذا سنحاول أن نقرأ معطياته. إذا نمر الآن إلى أنشطة في مادة الجغرافيا. إذا نقرأ النص: يساهم القطاع الفلاحي في المغرب بنسبة 14% من الناتج الداخلي الخام، ويرتبط معدل النمو في البلد ارتباطا وثيقا بمعدل الإنتاج الفلاحي، وتبقى الفلاحة إحدى أبرز القطاعات التي توفر فرصا للشغل، حيث يعيش أكثر من 40% من السكان في هذا القطاع. إذن نمر لأول سؤال: عرف ما تحته خط. إذن يجب أن نعرف مفهوم الفلاحة. فالفلاحة نشاط اقتصادي يندرج ضمن القطاع الأول إلى جانب الصيد البحري، وهو يقوم على أساس الزراعة وتربية المواشي والدواجن. السؤال الثاني: أبرز من خلال النص أهمية القطاع الفلاحي بالمغرب. إذن نلاحظ أن هذا القطاع فهو يساهم بنسبة 40% من الناتج الداخلي الخام، ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة. إذن وأن أكثر من 40% من السكان في المغرب يعيشون على هذا القطاع.
إذن فهذه هي أهمية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب. إذن فهي توفير فرص الشغل، المساهمة بنسبة 14% من الناتج الداخلي الخام. السؤال الأخير، انطلاقا من مكتسباتك حدد فوائد أخرى للقطاع الفلاحي بالنسبة للإنسان وأنشطته. إذن فالقطاع الفلاحي، القطاع الفلاحي يساهم إلى جانب خلق فرص الشغل، فهو يساهم في توفير المواد الغذائية سواء النباتية أو الحيوانية، وكذلك يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى من صناعة وتجارة وخدمات. إذا فهذه أهمية القطاع الفلاحي بالنسبة للإنسان وأنشطته البشرية. إذن ننتقل إلى النشاط الثاني. يهدف هذا النشاط إلى تنمية قدرة التلميذ على قراءة وتحليل معطيات إحصائية وتوظيف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين من أجل تفسير ظاهرة جغرافية. إذا لدينا جدول يتعلق بإنتاج القمح ببعض البلدان سنة 2017 بالمليون طن، إذا هو مأخوذ من منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو. إذا ألاحظ الجدول وأقرأ معطياته. إذا نلاحظ أن الدول، مجموعة من الدول تتوفر على إنتاج يختلف حسب الكمية. إذن فأول سؤال صف تطور إنتاج القمح في الدول الممثلة فيه. إذن كما نلاحظ فالاتحاد الأوروبي، الصين، الهند يتوفرون على إنتاج ضخم من القمح. أما المغرب والجزائر فيبقيان ينتجان كميات محدودة من القمح لا تتجاوز 8 طن. إذن بالنسبة للمغرب 7.1 مليون طن، وبالنسبة للجزائر 2.4 مليون طن. إذن فإنتاج القمح يختلف حسب البلدان، فدول تنتج كميات مهمة كالاتحاد الأوروبي، الصين والهند، ودول تنتج كميات محدودة من القمح كالمغرب والجزائر. السؤال الموالي، اربط بين تطور إنتاج القمح ومقومات الفلاحة لتفسير قوته وضعفه في البلدان الممثلة على الجدول. إذن يمكن أن نربط بين تطور الإنتاج ومكتسبات السابقة باستحضار ما تم دراسته في مقومات الفلاحة. وقلنا بأن المقومات هي تنقسم إلى نوعين، مقومات طبيعية ومقومات بشرية. إذن تطور إنتاج، تطور إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي والصين والهند يرتبط أساساً بالمقومات الطبيعية من تربة غنية وتضاريس ملائمة
عبارة عن سهول شاسعة ممتدة ومناخ متنوع الخصائص. ديف تساقطات مهمة. إذن ثم هناك كذلك المقومات البشرية وترتبط أساسا باستخدام التقنيات والأساليب المتطورة ورؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاع الفلاحي وكذلك المواصلات وسياسة الدولة لتشجيع الفلاحين من خلال تقديم قروض إلى غير ذلك ودعم البحث العلمي والتقني في المجال الزراعي. إذن أما بالنسبة للمغرب والجزائر فيمتد فيها المجال الصحراوي تعاني من الخصاص المائي من ضيق المساحة الصالحة للزراعة كذلك الأساليب التقنية فتبقى أغلبها بسيطة وبدائية لذلك فالزراعة هي الزراعة معيشية وبورية بدرجة كبيرة وليست زراعة تسويقية. إذن نمر إلى المكون الأخير التربية على المواطن. إذن نلاحظ الخطاطة التالية. إذن فهي تتعلق بخصائص القاعدة القانونية. عرف القاعدة القانونية. إذن فالقاعدة القانونية هي مجموع من القواعد القانونية التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد داخل المجتمع وهي مرتبطة بجزاء أي عقاب من يخالفها. إذن فنعرف القاعدة القانونية. القاعدة القانونية هي مجموعة من القواعد التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد داخل المجتمع وهي مرتبطة بالجزاء أي معاقبة من يخالفه. إذن حدد أهم مصادر القاعدة القانونية. إذن أهم مصادر القاعدة القانونية أنها عامة موجهة للجميع بكيفية مجردة أي لا تستثني الأشخاص حسب مستواهم الاجتماعي أو حسب قيمتهم ومكانتهم في الإدارات العمومية. كذلك أنها غائية تهدف إلى تغيير سلوك المجتمع لكي تحد من الظواهر الغير أخلاقية والتي ترتبط أساساً بالإجرام إلى غير ذلك. ثم أنها اجتماعية تعكس ضمير المجتمع. وأخيراً فهي ملزمة مقرونة بجزاء أي عقابة من يخالفها. إذن نمر إلى السؤال الأخير. حدد أهم مصادر القاعدة القانونية. ومصادر القاعدة القانونية متنوعة ويمكن اختصارها في أربع. مصادر القاعدة القانونية فهناك الشريعة الإسلامية وهي كل القواعد الصادرة عن الكتاب والسنة وإجماع العلماء. ثم التشريع الوضعي وهي القوانين التي تضعها السلطة التشريعية بالبلاد. ثم العرف وهو ما تداوله الناس واستقرت عليه معاملاتهم. وأخيرا
الإجتهاد الفقهي والقانون، وهو ما توصل إليه الفقه والقانون من قواعد لا تتوفر فيها نصوص جاهزة. إذن فهذه أهم مصادر القاعدة القانونية، وهنا نصل إلى نهاية هذه الحصة. وفقكم الله، ونتمنى أن تلتزموا بالبقاء في منازلكم حتى لا تصابوا بعدوى فيروس كورونا، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله عما قريب.